وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فقرة شي فايتر. اليوم حنعلمكم كيف تستعملوا الالبوز والنيز المفاصل عشان تدافعوا عن حالكم وكيف تستعملوهم بالتكنيكس. فأول شيء حنعرض لكم التكنيك كيف بالضبط تعملوا الحركة، بعدين حنعملكم طبعا تكنيكس الالبوز وتكنيكس النيز، هي بيختلف منها أنواع، وحنعملكم كمان الكومبوز مع التارجت كيف كمان تضربوا عليه، وحنرجع نذكر كمان شو أخذنا اليوم بالفقرة. اوكي، فاول اشي طبعا انا لينا خليفه ولينا عواد بتيم شي فايتر. اوكي، اول اشي الوقفه اللي هي الجارد، طبعا لينا شماليه فاجر الشمال بتكون لورا. اوكي، هاندز اب. هلا اول حركه من الالبوز اللي بدنا نعملها، عاده رياضات زي الماي تاي بيستعملوها كثير، اللي هي السايد البو اللي هي بتيجي من هون. اوكي، ودائما الايد اليمين بتكون هي ديفنس هون بالضبط. اوكي، مع روتيشن بالخصر بيكون لف دائما الخصر، يعني اذا انا عملت هون اوكي بدون لف كثير بالخصر ما حيطلع فيه باور. اوكي، فلينا هلا بدها تعملنا ايد اليمين 1 جود، زي ما انت شايفين لينا اعملي 1. اوكي، خليكي شوي لينا. هلا لينا اللي عملته عامله ديفنس اوكي، وحاطه بالضبط هون مستعمل الالبو. اوكي، نرجع شوي لينا لورا. اوكي، كاميرا 1 2 هاي هون بالضبط. اوكي 3 4 5 6 7. اوكي، طبعا الالبوز تستعملوا الالبو بالضرب لما يكون حدا كتير قريب ممكن منكم، فمثلا اذا لينا مثلا فيس مي هيك لينا، اذا لينا قريبه مني ممكن انا مثلا ما الحق اضرب البوكس، اضرب الالبو دايركت على الوجه. فالالبو كتير كتير مفيد بحركات السيلف ديفنس. كم مره نعمل الرايت رايت البو 1 هذا اسمه، لا خلينا على السايد البو اللي هو هذا رايت، يلا 1 طبعا هذا اسمه السايد البو، بيجي من بالضبط من الجنب 1 2 3 4. اوكي، هلا النوع الثاني من الالبوز اللي هو الكروس البو، اللي هو نفس الوقفه تاعتكم، نحكي انه عشان لينا حاطه الشمال لورا بيجي من ورا هون. اوكي، فهو مش من الامام، مش مع الاجر الاماميه، بتيجي من الخلف. يلا فلينا هلا بدي تعملنا 1 1 جود 2. زي ما انتم شايفين لينا خلت الديفنس تاعها هاي هون، هاي خلت الديفنس تاعها اب كاميرا 1 وحركت عملت روتيشن بكل خصر 2 3 4. هاي بالضبط هون اوكي، مع لف بالخصر. والايد اذا انتم مش عارفين وين تروح بايدكم تعملوها هيك ولا هيك، لا الايد بتكون بهاي الطريقه زي بونش. اوكي ستريت. اوكي، ومش مثلا نازله لتحت او طالعه لبرا، دائما بتلزق بالجسم. اوكي، والثاني اب هون ديفنس كاميرا 1 2 3 4 5. ممتاز. هلا اذا بدنا نعمل نحكي الفرونت اوكي، الفرونت البو مع الكروس البو، يلا 1 جود 2. زي ما انت شايفين برضو خلت الديفنس تاعها حتى بالضرب الثاني، دائما بتخلي الديفنس اوف 3 4 5 6. اوكي، هذا بالنسبه للسايد ديفنس سايد البو سوري. اوكي، وكمان كروس البو. هلا النوع الثاني من الالبو اللي هو بسموه اب البو بيطلع من هون كامل، يعني مثلا لينا هلا بالي لينا لفي عليك. اوكي، هلا بدي اضربها من تحت هون على الدقن، بضرب هون اوكي بقدر اكمل سايد البو. اوكي يلا هلا نعمله من الخلف بالشمال جود 2 3. طبعا نفس الشيء الخصر لقدام مثل ما لينا عامله، عملت خصرها لقدام حركت اجريها 3 4 5. اوكي، هلا اذا بدنا نعمل كومبوز، يعني نعمل سايد البو مع اب البو. اوكي يلا سايد البو باليمين مع اب البو بالشمال 1 جود 2 3. طبعا اذا انتم اول مره يعني بتعملوا الالبو يعني حتحسوا شوي بوجع براسكم، عشان خاصه اذا بتضربوا على شيء قاسي زي التارجت، بس مع التعويض ببطل هذا الوجع بالراس. نفس الشيء للبونشز عشان بيكونوا لسه عضلاتكم ضعيفه.
جود كاميرا جود. هلا بالنسبه للاوف البو هي عملته من الخلف اوكي، هلا نعمل الالبو اللي بعديه اللي هو اوفر هيد البو. يعني مثلا هاي لينا واقفه قبالي اوكي، مثلا لينا نحكي ضربات يمين اوكي، انا بعته وخبطت هون كامل، فهذا اسمه اوفر هيد، يعني بخبطها دايركت بالالبو على ممكن اكسر المنخار فيها اوكي. فبدنا نعمل هاي الجارد الشمال لورا اوكي، هلا نعمل هون 1 Good. Two. Good. Three. Up. Watch out. Four. Five. Six. Okay. We'll eat it. تاني نعملها نفس الشيء. One. Good. Two. طبعاً في منها أنواع، إنه ممكن مثلاً مع jump خبط حسب يعني كمان علو jump. Three. Four. Five. Okay. هاد بالنسبة للالبوز، في أنواع أكتر لسه بس شوي أصعب. فإحنا ما حنعرضها اليوم على التلفزيون عشان بدها تدريب وممارسة كتير عالي. هلا بدنا ننتقل للنيز، المفصل الركبة أوكي. فكيف تقدر تستعملوه بالضرب؟ أول واحدة اللي هي الفرونت ني، تضربه أوكي مع الهيبس لقدام كامل الخصر. 1 2 3. طبعا ممكن تضربوها على المعدة، ممكن تضربوها تحت، ممكن يعني تستعملوا الني ممكن تنطوا وتخبطوا على الوجه بس حسب الليفل تاعكم. يلا 1 2 3. هي طبعا بالقتال من اقوى المفاصل اللي هي الركبه والقلب، هدول اقوى مفاصل بجسم الانسان. يلا 3 4. زي ما انتم شايفين هلا رفعت اجري اليمين اوكي مع شويه خصر لقدام وشدت اجرها لورا. يلا كاميرا، يعني مثلا هون غلط اوكي، لازم تشدوا اجركم كامل. 1 2 3 اوكي. هلا بدنا نعمل الكروس ني اللي هي جايه من ورا نفس الشيء لقدام. 1 2 3 4 5. جود، يعني مثل ما انتم شايفين حركه خصرها ورجعت اجرها كامل لورا. فهلا بدنا نعمل نحكي كومبوز بين التنتين، نعمل الفرونت ني مع الكروس ني من ورا، نضرب ضربتين كاملين. 1 فرونت مع باك. جود 2 3 لاست 1 4. اوكي، واحدة من الأشياء كمان اللي بنضربها اللي هي سايد ني اللي هي بتيجي هون على الخصر. فمثلا لينا وقفة قبالي، اجري اليمين لورا اوكي، وبدي اخبطها انا سايد على الخصر من هون. فايش بعمل؟ بضرب كامل، بلف كامل روتيشن بجسمي عشان اذيها واضربها بهاي المنطقة. هاي المنطقة طبعا الربس في اخر اللي هي الاضلاع هون، اخر تنين مش موصولين مع العمود الفقري فبنكسروا بسهولة اوكي. فبنعمل سايد ني 1 جود 2 نعمل جود 3 جود، طبعا مع روتيشن كامل بالخصر. 3 4. طبعا هدول احنا بنعلمكم اياه هلا كله على الهواء، هذا تكنيكس اوكي، والتكنيكس بدها كثير ممارسه عشان تقدروا هلا مثل ما حتشوفوا حنضرب على التارجت عشان تنتقلوا لهذا الليفل. بس ما بصير تضربوا على التارجت بعدين تعملوا التكنيك، لازم تكنيك اول بعدين تارجت. 1 3 اوكي. طيب هل نحكي ونعملهم على التارجت؟ طبعا هون عشان نمارس التدريب لازم يكون على التارجت اوكي. فنحكي لينا بدها تعمل البو يمين اوكي، البو كروس اوكي، وني سترايك اوكي كاميرا. 1 البو 2 3 جود كاميرا. 1 2 3 كاميرا. 1 2 3. اوكي هلا زي ما انتم شفتوا اول شيء ضربات، خلينا نعملها بالتفصيل هلا. ضربات الالبو من الجهه اليمين اوكي، بعدين الكروس البونش اللي علمناكم اياه بالحلقات اللي قبل اوكي، بعدين ضربه الني سترايك اللي هي من ورا الكروس ني اوكي. كاميرا على السريع يلا
جود. طبعا الماسك لازم يكون متدرب كمان عشان بيقدرش بسرعه يتنقل بطريقه سريعه. يلا جود، خذ نفس لينا. اوكي الحركه الثانيه بدنا نعملها الكومبوز اللي هي بدها تبلش بني. اوكي ني فرونت ني جود، كمان ني. اوكي بعدين جاب كروس جاب كروس. اوكي يلا 1 2 1 2 3 4 كمان مره. هلا زي ما انتم شايفين ضربت الفرونت ني اماميه، بعدين اخذت خطوه بالخلفيه، بعدين ضربت جاب كروس جاب كروس. اوكي 1 2 1 2 3 4 كمان مره. 1 2 1 2 جود. هلا بدنا نعمله، بدنا نعمل السايد ني سايد البو بالجهه اليمين. اوكي وكمان البو بالجهه الخلفيه. اوكي بعدين بدنا نعمل ني من الخلف بس. 1 2 ممتاز. اوكي خلينا نضيف عليها كمان جاب كروس جاب كروس. 1 2 1 2 3 ممتاز. كاميرا 1 2 1 2 3 4 جود. كمان مرة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا كثير تدربنا على الالبوز عشان هيك لينا بتقدر تعملهم بطريقة كثير سريعة، بدها ممارسة كثير عالية وتدريب. يلا 1 2 1 جود. طيب نحكي هلا بدها تضرب البو بايد اليمين. اوكي سايد والبو اوب من هون. اوكي وني نفس الشيء. اوكي بس اللي عملته الفرق انه عملت الالبو اوب هون، يعني ضربت البو سايد بعدين البو ثاني على الوجه اوب بعدين خبطت ني سترايك. اوكي يلا 1 2 3 جود مع بالانس. يلا 1 2 ممتاز. كمان مره 1 2. اوكي زي ما شفتوا بايد اليمين سايد البو. اوكي سايد البو اب البو ني سترايك كروس ني. يلا 1 جود. كاميرا 1 2 ممتاز. اوكي ليه شوي تعبت، خذي نفس. اوكي اللي حنعمله هلا هوك. اوكي كروس البو ني هوك كروس البو ني. اوكي طيب بدون النيز. اوكي عشان تعبت شوي لينا فبدنا ننتقل بدون النيز. اوكي معناته هوك الب كروس البو كمان كروس. اوكي كمان مره هوك كروس البو جود. اوكي فاللي عملته ضربت البو ضربت هوك سوري على الوجه. اوكي بعدين تالت كروس خلص مش مشكله خلي ضربت كروس. اوكي بعدين عملت البو وكروس. طبعا هاي التدريبات بتكون متابعه ورا بعض فلازم تكون كمان سريعه. كاميرا هوك كروس البو كروس جود. كاميرا هوك كروس البو كروس. اوكي طيب هدول كانوا بالنسبه للتدريب على الباد، فاذا بنرجع هلا ناكد على الالبوز والنيز اللي تعلمتوها. اوكي نرجع نحكي لهم بس على الالبوز والنيز عشان بس ناكد عليها. اول البو اللي هو السايد البو مثل ما شرحنا. اوكي سايد البو بيجي من الجهه. اوكي من الجنب بيجي على الفك من الجنب. اوكي هاي 1 جود. الالبو الثاني اللي هو بيجي من الخلف كروس البو. اوكي 1 جود. اوكي بيجي من الخلف هذا اسمه كروس البو، فاول واحد كان الفرونت البو بعدين الكروس البو. هلا الاب البو بيجي من تحت لفوق كامل. اوكي طبعا مع يو كيب يور ديفنس اب، تخلوا الديفنس اب 1 جود. هاي اب البو هون بهاي الطريقه ممتاز. كاميرا 1 2. اوكي طيب هلا عملناكم اليوم الفرونت اوكي الكروس البو اوكي والاب البو، هذول الثري البوز عملناهم. هلا بالنسبه للنيز اوكي عملنا الفرونت ني سترايك. اوكي بعدين الكروس ني سترايك هون، فنعمل الفرونت بالاول. اوكي زي ما انتم شايفين يعني كثير اهتمت انه تحرك الهبس. طبعا في شغله كثير مهمه بدي احكيها، كعب الاجر ما بصير يطلع فوق، اذا طلع كعب الاجر لفوق يو لوز بالانس ممكن يختل توازنكم توقع على الارض. اوكي ف
فالكعب ما بصير هون، لازم يكون على الأرض هون، هاي إجري كاملة عشان تقدر تمسكني كامل على الأرض. فنعمل كاميرا لفرونت ني، 1 جود 2 3 جود. عملت الكروس ني من الخلف هون 1 2. هدول تقدروا تدربوهم بالبيت عشانهم كتير سهلين ينعملوا، والتكنيكس احنا شرحناها بالتفصيل، فالمفروض تقدروا تعملوهم. اوكي، السايد ني اللي عملناها كمان اللي هي من الجنب هون، سايد برضو تيجي على المعدة من الجنب. يلا 1 جود 2 جود 3. اوكي، فهيك بنكون عملنا اليوم الالبوز والنيز، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وبنشوفكم كل يوم 3.